ما زلنا نحكي في الانتخابات الرئاسية لأنها تسامبلوما هي حدث الآني أو حدث ساعة، وحقيقة على مر السنوات ديما نكتشف أنه في مخيلة المواطن التونسي الانتخابات الرئاسية تحديدا دون غيرها من الانتخابات التشريعية البلدية وما إلى ذلك تكتسي أهمية كبيرة لدى المواطن التونسي. يقول لك أنا نمشي لنتخب رئيس الجمهورية، أما كي يسمع مثلا الانتخابات التشريعية ما يعطيهاش بالأرقام هذا أهمية. به اللي صار في الانتخابات الرئاسية الماضية وعدد القضايا والخروقات وما إلى ذلك والمال الفاسد اللي دار والموتى أيضا ما ننسوهمش اللي خرجوا من جبينة ومشاو ينتخبوا، اللي صار وقتها المرة هذية نوعا ما فما تم وضع حد لمثل هذه الخروقات، وخرج حقيقة رئيس الجمهورية وقال أي إنسان يجي ويدفع لكم أي مليم إني براء منه إلى يوم القيامة، حتى ولو قال لكم باش تزكيوني أنا شخصيا، ما تقبلوش على روحكم المال الفاسد وما تخليوش خاصة هذا المال الفاسد يدور في الانتخابات هذية. كثر الحديث ليامات هذية إنه فما ناس كالعادة، لا يقطعنا عادة في بلادنا، تصطاد في المياه العكرة، فما ناس قاعدة اليوم تلم في تزكيات باسم الرئيس ومن بعد تتخلص منها وإلا ما توصلهاش. كان تحدثنا شنو أحوال مناخ الانتخابي ليامات هذي؟ والله وصلت للموضوع الصحيح. الموضوع ذا بالرسم لازم تكون فيه حزم في الدولة. راهي الدولة فيش؟ راهي الدولة مش راهي أمن ولا منا، لا لا لا. راهي فما ناس تصطاد في المير عكر، تستغل في المواقف، يجي يعمل لك تصويرة يهبط لافينين نهار 25 جويلية، اللي عنده تصويرة قديمة يهبطها، هاني صورت مع فلان ومع فلتين ونعرفوهم واحد واحد، راهم معروفين كامل تراب الجمهورية راه. ولكن قاعدة تتقطع برشا تزكيات وتطيش، فما ناس على الأساس الكون هي تاخذ في تزكيات للسيد الرئيس، ولكن هي تاخذ فيها لعباد أخرى مترشحة، ونعرفوا بنوات والأسوام قداش وصلت، السوم نعرفوه راه. ولكن الدولة فيها مواطنين وفيها أمن، قاعدين كل مره راهم ما ينجموش يخرجوا، قاعدين يتبعوا، فما سيركويت قاعده تتبع. اما نحن نحترموا روايحنا شويه، راهو عرس لبلادك، راهو ذا مصيرك ومصير اجيال، راهو مصير نتاع اجيال جايه. برشا مواطنين اكدوا لنا انه تم اتلاف الاف التزكيات الموجهه خاصه لرئيس الجمهوريه. غيات في نفس يعقوب، غيات في نفس يعقوب، العصابه اللي موجوده خارج ارض الوطن، الفلوس قاعده تتبعث على طريق اربعه خمسه من الناس، وفما فلوس مدرقينها. من غير ما نذكروا اسم واحد منهم في حديقة المنزه، شدوا دخلوا سريق هزوا بعض اموال، قال لهم هذيك ماهيش نتاعي، ما عادش يحطوا في البنوك فلوس مدرقه في الديار، باش يخرجوها تو باي طريقه باش يشوهوا. ولكن الشعب مصلي على النبي، انت شوفي وين يمشي السيد الرئيس لاي بلاصه، تشوفي العبيد، تشوفي العبيد قداش تحبوا، منكون ربي سبحانه، راهو ربي اذا حب عبده يحب فيك الصغيرات الملايكه وكل الناس الكبار. والله يخرج وحده من غير مرافقين، والله لا يكلم واحد، اما راه هو ولد الشعب وابن الشعب، ولد ريانه، ولد تونس، ولد تونس كامله، هو حكاها بفمه راني ولد الشعب. لكن نحن نعاودوا ونرجعوا موضوعك انت، يعطيك الصحه وبارك الله فيك، جبتي موضوع بالرسمي، موضوع الساعه، قلبك يوجعك. هو راه الانتخابات الرئاسيه عندها فرحه كبيره، نشوه باهيه، خليها خويا تمشي، اللي جابوا الصندوق صح وفرحه ليه، ما نتضد نحن، اما لكن ما تبداش المال الفاسد، ما تبداش عباد تشوه في سيف، ما تشوهش، هو سمعت الرئيس ما تشوهش رئيس سمعت، اما لكن الناس هذين نحطوا لهم حد. السلطه المعنيه يرحم والديكم على مستوى العمد، على مستوى المعتمديات، على مستوى الولاد، يا خويا احسروها الناس هذه، انت كهيئه انتخابيات انت عندك اختراقات وسط الهيئه نتاعك، انت تيجي اختي نرجع في الانتخابات نتاع التشريعيه والرئاسيه، واحد مثلا من مرسى يلقى روحه في قعفور ولا وين، مع كامل احتراماتنا للبلايص الكل، يسكن في حي بوخلدون، فما شكون حي بوخلدون يلقى روحه في جبل جلود باش ينخب، تي الاختراقات موجوده في وسط الهيئه، راهي الكوميتا نتاع عشريه الخراب مازالت، الطفيلات نتاعها مازالت في كل الادارات، نحن تو في المنيله، راهي فما انا عندي واحد من الناس خويا تو عنده عام ونص، عمره 52 سنه، مريض، بطل الدخان، بطل كل شيء، عنده تاش في الرويري، اللي هو الدولة عنده الحق باش ياخذ، كرني أبيض عام ونص تو مخذيه، عمره 52 سنة وعاز، وعامل يومي، عطاوه ورقة مشى باغل ونفخها وشرب ماها هذه. أخي أنت كإدارة باش تعطلني أنا شنيا، أنت تحب تصنع الستريس والإشكاليات باش تكون فما خلاف، لكن لا، الشعب هذا صابر، مش واعي ومسلي عني بي علينا، أما لكن نرجعوا للانتخابات، يا ناس كونوا واعيين.
يا ناس ما حكم ضميرك مع ربي، راهو اليوم يشريك ب 50,000 ب 100,000 وغدوه يضحك عليك. اذا كانت تصير حاجه كيما هذه، انت تقول انه شعبنا اليوم رغم الظروف الاقتصاديه الصعيبه اللي احنا فيها واعي والا ينساق في جره الناس هذوما؟ ما غير ما نذكروا الاسامي خي نعرفوهم. انا كان باش السيد هذاك يشريني على الدنيا سلام، ولكن الشعب واعي راه ما يتلفتلوش. انت شوف الكومنتات اللي يحطوا له فيهم شنيا مع الفلوس واعيين. والله العظيم ليه، والله ظروف البلاد الحمد لله. انت كي تقوم على الصبيحه تقول يا ربي العمل عليك، كل حد يجي قسمه ظروف، راهو عالم كامل الحمد لله. نحن نحمد ربي على الدول الاخرى، راهو لبنان هاي ما نمشوش بعيد، لبنان ساندويتش ب 45,000. نحن الحمد لله ما فماش واحد يبات له الشر، راهو يكذب عليك. اما حكم ضميرك، ما تبيعش ضميرك، ما تبيعش همتك، راهو هذاك ماله موسخ، ماله موسخ اللي عنده. بينما رئيس الجمهوريه قال لك راني انا ما نعطي حد شيء، راني علاش نكذبوا؟ تبداها باكسبريس ودبوزا ما يشرفش، ما يشرفش. تي سيد الرئيس تليفون وكحل بالفلس، تشوفي نحن تقل طفل صغير عنده تابليت، يعني قال لك خويا حكم ضميرك. انت مقتنع بيا برا نخبن لك بالقاسم لعمر كان عمل عمل الخير وعمل الخير في روحه، تشنيا ما معلم ترد هنا كولومبيا تبييض اموال خي نعرفوهم واحد واحد. ولكن باذن ربي سبحانه الشعب واعي، رانا معاملين على الشعب. الشعب خويا امشي حكم ضميرك ما بينك وما بين روحك نهار 6 اكتوبر اللي انت مقتنع به وعندك ثقه فيه وتعرفه انسان وطني وخدم البلاد وقاعد يقدم بها وقاعد تنظاف البلاد. راهو يا عبيد ربي رئيس دوله صلها هبط الحلقوم تاع ماء يتبع في الماء، يا عبيد ربي مشي له السد قال له هاو الماء موجود، كيفاش تقول لي ما فماش ماء؟ هاو الماء موجود، ناس تقص في الماء على الشمال تدور فيه تتحكم سيركويات كيما السكر، السكر موجود ولكن العباد تدرك فيه، التاي اخضر قاعد يخرج، التاي الاحمر الروز الزيت راي عصابات راي بالونات، هو سكر عليهم الباب. راهم البرد نتاع رادس كيفاش كانت هكا كعبة لنزاس بوقدمه بنت الخما وتسوق فيه تفهمي كل شيء. والحمد لله وربي يستر تونس، وهو على حق ربي يعينه وربي يوفقه، الحمله كبيره عليه. تي تبدا رب العائله عندك زوج صغار راسك يتعب، بينما الراجل 12 مليون يكيرع منا يحارب منا وين باش يمشي؟ ونعاود ناكد راهي فما برشا عباد تخدم ضد رئيس الجمهوريه، راني ناكد عليها المعلومه هذه، راهو برشا عباد تخدم ضده قاعدين يلموا في التزكيات، ولكن التزكيات قاعده تتقطع وتطيش، ماهوش معقول. اعرفوا شكون تزكي، اعرف لشكون تمشي، ما تخممش في المال الفاسد، راك من بعد تندم. اليوم عطاك 50,000 غدوه يضحك عليك. خلي الاجيال الجايه، نحن سيئة وانا 41 سنه تعطيني ولدي ولد ولدي اللي جايين، خل تكون فما ديمقراطيه نظيفه. جابك الصندوق صحه وفرحه. لا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها. تحيا تونس وربي يسر بلادنا.